السلام عليكم متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده يا ربي، ويكون صيامكم بخير وعلى خير، ونهاركم كيدوز على حتى هو بخير وعلى خير، وصحتكم فطوركم. خوتي خواتاتي، اليوم فيديو جديد، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فكنتمنى الناس اللي ديجا عندي في القناه ديالي ما تنساونيش من اللايك ديالكم والبارتاج، والناس اللي باقيين جدادين كنتمنى يتابوناو معايا في لاشين ديالي، طبعا الى عجبهم المحتوى. فكنقول لكم مليون الف مرحبا بكم. خوتي خواتاتي، هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نفس السيناريو ونفس المسلسل، باقي النهايه ما جاتش ديال هذا المسلسل هذا. فكنتمنوا النهايه ديالو تكون قريبه. المهم نبداو على بركة الله الفيديو ديالنا بلا ما نطول عليكم. خوتي خواتاتي، بغيت نجاوب انا السريعة اللي خرجت بالفيديو ديالها وكتقول بانها هي ندمات على الموافقة اللي عطات للزوج ديالها باش يرجع الاخت سعاد. فاختي بغيت نقول لك من هذا المنبر هذا، راه سعاد اللي عطات لك هذه الفرصة حتى انت تخرجي بهذا الفيديو هذا. بصراحة لو كانت سعاد فكرات غير شويه قبل، ما كنتيش انت اصلا غادا تكوني في هذيك الاسره، وما تكونيش ما تخرجيش اصلا بهذا الفيديو هذا، وما غاداش تكوني اصلا في حياتها. هضرتي بزاف 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 بزاف، وما كتطلبيش دارك بوحدك، وما تطلبيش الكرا، وانت عندك دارك ماشي شغلك انت، هذاك الشغل كامل. وانت لو كنتي واعيه وقاريه كنعرفوا الراجل لا ديني لا في الدين ديالنا، ولا في العقيده ديالنا، ولا في التقاليد ديالنا، ما خصوش يطمع للمراه في هذاك الشيء اللي عندها. يكفي انها خدمات عليه وربات الاولاد وضربت التماره وعوجت لها يدها بالشوكه ديال الحنه 18 عام وهي كتسوفري معاه. فانت باش تجي انت في اخر المطاف وتعطي الراي ديالك وتفلسفي عليها في الفيديو ديالك، بارك من الفلسفة ديالك. راه كنا مغاربة وكنا عقنا بيك وكنا كنعرفوك انت اشنو كتسوي. فكنتمنى اختي ما بقاش تخرجي بهاد الفيديوهات هادو، لانه فيديوهات تافهة. حنا كنسمعو، حنا راه اي واحد اللي كنسولو كيقولي انا كنسرع لها الفيديو مني كتكون هي ولا 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 الراجل ديالها، كنسرعو الفيديو. يعني راكم الناس اللي طلعتو لهم فراسهم ما كتستافدوا منهم حتى شي حاجه، كيبغيو غير يعرفوا اش كتخرجوا على فمكم وشنو علاش كتهضروا. فكنتمنى انك ما تدخليش في الموضوع ديال الرجوع، لانك عيقتي كيف ما شنا خوتي خواتاتي كاملين بنا في الفيديوهات التافهه ديالها. انا مريضه وغادي نمشي مور العيد لفرنسا وغادي نتعالج في فرنسا، هادشي كامل حنا عارفين علاش كديري هكا، غير باش تاجلي الرجوع ديال سعاد. من بعد قلتي غادا تمشي تعالجي، كاين طبيبه في الحسيمة غادا تمشي تعالجي عندها مور العيد. مور العيد يعني كديري جميع الخطط باش ان هذاك الرجوع يتاجل. فاليوم خرجتي وحنا عارفين عندك 50% اولا 80% في هاد الشيء هذا اللي وقع. يعني كتقولي له ما توافق لهاش على بانها تسكن بوحديتها وخصها الكره ديالها، وافق لها انها ترجع وترجع لدارها. ما عندوش الحق يطلب لها انها هي تسكن في دارها، واخا يكونوا عندها 80 ديال الديور 100 ديال الديور، ما عندوش حق يطالبها بشي حاجه اللي هي ديالها، ما عندوش حق يطالب مالها الخاص. مادام عترجع الطريقه ديالك مع وليداتك باش تصرف عليهم وباش توكلهم وباش يعيشوا وباش كلشي، هادشي راه انت المسؤول عليه. محتاج تخبع مور الحجاج ومور الاعذار، راك انت اب ومسؤول، لازم انك هذيك المره توفر لها جميع المتطلبات ديالها. وكتقولي ما تقارنيش راسك بيا، شكون انت تحت ملك الله سبحانه وتعالى؟ حتى ما تقارنش راسها بك، هي سير سي فغي ما خصهاش تقارن راسها بك، لان هي عند عليها علي الفضل ديالها عليه، خصو يرد لها غير شويه من داك الجميل اللي دارت معاه قبل. انت شاده في ان هي طلقاتو، ايه هي طلقو، الا ما لقاتش فيه الراجل ما كيعطيهاش قيمه، الراجل ما كيعبرهاش، الراجل ما حاسبهاش كاع، هي المراه هي الراجل هي كلشي، سي نورمال غادي يطلقوا، لانها ما مستافداش، هي مضروره، هي اللي خدامه عليه، هي اللي خدامه على ولادها، كتخدم في الزنقه وتخدم في الدار.
واخا ان بعض الناس كيقول لك لا ما تهضريش، راه هو كيصرف على ولادو. اييه كنشوفو شرا كيلو ديال الحامض دار ولادو، راه حنا كنشوفو هادشي، راه ماشي هذاك هو المصروف، راه مصروف، راه لا جيتي تجلس وتعرف المصروف شنو هو، راه مصروف شي حاجه اللي كبيره، ماشي شي حاجه اللي كنهضروا عليها هكا وصافي، كيلو ديال اللحم وكيلو ديال البنان والتفاح وسير هاك ديه لامك، لا راه ماشي هو هذا. راه الانسان قال لك سبحان الله، ما كتبدل صاحبك غير ما كرف منه، ما خصهاش تعند معايا انا، وما خصها وانا شكون انت من نهار اللي بنتي لنا في هذا اليوتيوب وانت انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربعه قالوا انا وكامله في النار، وراك الا كنتي واعيه وقاريه راك غادي تعرفيهم شكون، كيف ما كتقولي كل من كيقول انا، فسبحان الله ما ربي ما كيكملوش. ما كتخرجي حتى المقارنه، سبحان الله حتى المقارنه كتحطي راسك انت معاها. ايه لو كنتي قاريه وواعيه فحال اللي كتقولي لنا وفحال اللي كتفهمينا وفحال الخرجات اللي كتخرجي بهم، انا قاريه وواعيه ودايره وفاعله وتركه، ما عمرك تقارني راسك بشي واحد. واللي واعي بزاف دائما هو كيحط راسو قل من الناس. انت من نهار اللي بنتي وانت كتحطي راسك انا عائلتي ما عرف شكون ما عرف شنو ما عرف حتى لين باغا توصلي ما عرفناش، وباقي ما الاستنتاج ديال الهضره ديالك هذه باقي ما فهمناش ما عرفناش. فكنتمناو يا ربي حبيب انك توقفي على هاد الخرجات وتخلي بين المراه والطليق ديالها انهم يحلوا مشاكلهم على وجه وليداتهم، فحال اللي كتقول هي وفحال اللي كيقول هو، وتبقي انت بعيده وخلي الامور تمشي على ما يرام، ونشوفوا ان شاء الله يا ربي الله يصلح بيناتهم والله يجمع الشمل، وغير ما يدخلوش ولاد الحرام. الا دخلوا بولاد الحرام بين جوج فكونوا على يقين بان الشمل عمره ما غادي يتجمع. فكنتمنى وكوني بنت الاصل فحال اللي كتعبري لنا وفحال اللي كتورينا، وبقي بعيده وخلي الراجل يرجع مراته وخلي الولاد يرجعوا لباهم ويعيشوا تحت الظل ديال الاب ديالهم، وبقي انت بعيده مادام انت كتقولي بنت الاصل وبنت المفصل وبنت 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 وانت 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 وانت، فبقي بعيده ونشوفوك حنا المغاربه كاملين، بين المغرب كامل يشوفك بعيده ويشوفك غير بحالك بحالنا كتفرجي، لانه هادوك الولاد كتقولي باغا مصلحتهم، فراك انت ماشي امهم، راه الولاد لما كانتش الام ديالهم فراهم ما كيكونوش مزيانين في الحياه ديالهم، واخا تكوني انت ما عرفتش شكون وتكوني ما عرفتش شنو كديري لهم. خليك مزيانه مع الولاد وخلي الولاد يعيشوا مع امهم. حنا ما قلنا لكش العكس انك تكوني خايبه مع الدراري والدراري ما يجوش عندك، لا بالعكس كوني مزيانه من يجوا عندك كوني مزيانه، ولكن في هاد المواضيع هادو بقي شويه بعيده وخارج، وخلي الراجل يتصالح مع مراته وخلي الراجل يرجع مراته وخلي ربي الحبيب يصلح بيناتهم. ونتمنوا يا ربي يكون عنده ربي يلاقيهم ويرجعوا بصدق، يعني يكون الصدق في هذا الرجوع، هذا ما يكونش رجوع على المصالح الشخصيه ديال كل واحد. فاكثر هي الطرف واكثر هي الزوج، فهو اللي غادي يكونوا عنده مصالح، لانه الزوجه لحد الساعه ما كنشوفوا عندها حتى شي مصلحه، فهي كطالب بحال الناس كاملين، كطالب كاي امراه انها يكون عندها بيت مستقل ديالها والزوج اللي مديرو لها ومع وليداتها وعايشه العيشه تكون مرتاحه، وتلقى الراجل كيدخل عليها القفه وكيصرف عليها وعلى وليداتها. يعني هادشي راه واجب عليه، ما كانش عليه هي اصلا تهضر تقول هادشي، فهو واجب عليه، ماشي انا راه غنبقى ندخل عليه بيدي. خاويين لا، راك ما غاديش تدخل بيدك، الا كنتي غادي تدخل بحال اللي كتدخل تصيفط دابا كيلو لحم وكيلو بنان وتفاح، فهذاك حبيبي راه ماشي مصروف وماشي، لازم راجع حساباتك. وكنتي خرجتي بان ما عندكش حتى باش تفرج، دابا صدقتي باغي تشري الدار، سبحان الله كتنكروا النعمه ديال الله سبحانه وتعالى عليكم والفضل ديال الله سبحانه وتعالى عليكم. فاللي كينكر الفضل ديال الله وكينكر النعمه ديال الله سبحانه وتعالى، فربي ما كيكملش عليه وما كيكون عنده حتى شي نتيجه، واخا يكون المال قارون عنده ما كيكونش عنده فيه البركه، وربي الحبيب ما كيباركلوش في هذاك المال وعمره ما كيكون مرتاح بهذاك المال. فهذا هو الاستنتاج ديالي من الخارجه، لا ديال ستاري بوكريشه ولا ديال السريعه.
فكنتمنى يا ربي سريعة تدخل سوق راسها وتخلي الراجل يخمم هو ومراته ويركزوا على شنو خصهم وشنو باغين يديروا، وهي تبقى بعيدة الا كان هذا اصلا هي باغاه يرجع للزوجة ديالو. اما لما كانتش باغا راه باقا تخرج فيديوهات اخرين وباقا تنوعر وباقا تهضر وباقا تدخل باش تخلي الاخت سعاد انها تتهضر وتخرج حتى هي العيب، وفوالا المغاربه هي تاهي خرجت العيب. فاحنا كنشوفوا الاخت سعاد المراه المثبته المرزنه المحصنه اللي كتعرف راسها اش كتقول وما كتضرب حتى شي واحد وما كتعاير حتى شي واحد وكتقول غير اللي ضرها. فتحيه ليها من هذا المنبر هذا، وهذا هو الفيديو ديالي خوتي خواتاتي. فكنتمنى خوتي خواتاتي الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج البارطاج البارطاج، هذا هو المهم. والناس اللي باقين جدادين تانتوما ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، ولا عجبتكم لاشين ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليتكم على خير، والفيديو جاي ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ويكون حتى هو فيديو في المستوى ويكون احسن كاع من هذا.